شكل جديد اللي كيرجع فيه اللي كترجع فيه تظاهره قفطان اللي معروفه واللي هي في الدوره الرابعه والعشرين ديالها. يعني تظاهره عريقه ومترسخه في عالم الموضه في المغرب. هو اول تظاهره اللي مخصصه 100% للقفطان واللي من هذه 24 سنه وهي كتبين مواهب وكتطور بزاف ديال المواهب وابرزت بزاف الاسماء وكتعطي فرصه للمصممين المغاربه في انهم ديما يطرحوا الجديد ويعطيونا التوجهات ديال الموضه القفطان في العام اللي كيكونوا مشاركين فيه. دونك الجديد هذه السنه هو اذا الشكل اللي جاي عليه اللي غيولي على الشكل ديالو قفطان في من خلال القفطان كافطان ويك أسبوع القفطان. هذا أسبوع القفطان فيه عدة فعاليات على مدة 4 أيام. غادي يكون فيه معرض ديال المهن اللي متعلقة بالقفطان، غادي يكون فيه متحف ديال القفطان اللي غادي نعاودوا من خلاله تاريخ ديال القفطان وكيفاش أنه عبر الأجيال وعبر التاريخ وبقى متألق كلباس وبقى لباس حاضر معنا في يوميا، ماشي شي لباس اللي ما قدرش يتأقلم مع الموضة الحالية. دونك وكاين كذلك واحد عرض الازياء ديال المواهب الصعيده اللي هو اول مره نديروا لهم عرض ازياء خاص بهم اللي غادي يكون في 10 مي واللي غادي يتمكن من انه يفوز فيه عبر القرار ديال لجنه التحكيم اللي هي بريفو بور سا، غادي يربح العبور ديالو وربح تذكره العبور للمشاركه تذكره المشاركه في قفطان 2025. يعني كاين عديد من 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 الجديد اللي في هذه الدوره تف الفورما اللي غادي يكون عليه عرض الازياء ديال كافطان اللي غادي يكونوا فيه 16 المشارك من المصممين المغاربه المعروفين المرموقين اللي غادي يتخصص غادي يرجع عرض ازياء بلي كود عرض الازياء. يعني ما غاديش يكون فيه فقرات غنائيه ولا موسيقيه اللي كتخللو، ولكن غادي يكون فقرات موسيقيه من بعد ما يسالي العرض الازياء باش نعطيو لهاد المصممين فرصه كبيره لانهم يوريو هذاك، حيت راه عندهم واحد المجهود كبير. كل مصمم كيجي كيقدم 7 ديال 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 لي تونو، دونك بغينا نعطيهم المساحه ديالهم ومن بعد نحتفلوا معاهم عبر فقرات موسيقيه.